محمد جنون ايضا في هذه النقطة نشارك كما قلت في ابراز اهمية وجود وعمل مؤسسات التعليم العاتق بطنجة. من حيث ماذا؟ من حيث اهدافها ووظائفها وأداؤها مع النمذجة المطلوبة بوسائل بسيطة جدا، وهو مشارك في الدعوة إلى الاعتصام بقيم الأمن الروحي والمحبة الإنسانية، وله في هذا مقالات كثيرة ودراسة. ما كان الحديث هكذا عفويا عبارة عن لقاءات رسمية فحسب، لكن الرجل كان يجسد رسالة تتحرك على الأرض، وهو من تلك الطينة، هو خريج التعليم العتيق. فهذه مناسبات يغتنمها، وهي من سوادح الفرص كما قلت لإحياء تلك الذاكرة ولتشجيع الطلاب على السير قدما للوصول إلى المشوار الذي نفتخر فيه بخريجين من التعليم العتيق على غرار الخريجين في المنظومات التعليمية الأخرى على السواء. كل من ساهم في هذا اللقاء من علماء وأدباء وعمداء، وللحضور الكريم ولرجال الصحافة الذين واكبوا هذا الحدث قبله وأثناءه وبعده، وإنها مناسبة للحديث عن مدينتنا، للحديث عن تراثنا، لإحياء هذا التراث الأثيل، ولنضع اليد في اليد من أجل العمل مجددا لكي نسير على نمط الآباء والأجداد، ولكي نبني لأبنائنا وللأجيال القادمة مستقبلا يسيرون فيه وفق الثقافة الإسلامية ووفق الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المغربية الأمازيغية، ووفق الطريق السليم، ووفق المبادئ الثابتة، وألا ننساق وراء الحداثة، وراء مسارب الحداثة، ووراء المذاهب التي يمكن أن تجرف بنا بعيدا عن تاريخنا وتراثنا. تكريم يشمل إلى وجاهة أستاذيته التي تدعو بغزارة أعطائه في تشارف المعرفة وفي مشاربها، وتشيع برصانة شخصيته في دعة سمتها وحصافة شهامتها ونجابة مروءتها. تكريم جديد وجدير بأجدد التنويه والاعتراف والتقدير. في الحقيقة إنه لا يوم من الشهود أن أشارك في هذا الحفل التكريمي لأحد علماء مدينة طنجة من سلالة الأسرة الجنونية، وهو سيدي محمد جنون. سيدي محمد جنون عرفته منذ ما يقرب من 30 سنة، عرفته الإنسان العالم، الإنسان الفقيه، الإنسان الأديب، الإنسان الخلوق. تخرج على يديه مجموعة من الأساتذة ومجموعة من العلماء، ويسهم في تنمية وتطوير الشأن الديني في بلادنا، وهو من الشخصيات الحقيقة المرموقة التي تمثل العلم والعلماء في هذه في مدينة طنجة وفي بلدنا المغرب الحبيب. سعيد جدا بحضور هذا المحفل التكريمي الذي عقد ونظم في حق فضيلة العلامة الأديب النبيل والمفكر المثيل سيدي محمد جنون الإدريسي. هذا الرجل الذي قيلت في حقه كلمات وهي عبارة عن مقدمات في حق منجزاته وعطاءته، فهو رجل من صناع الفكر الأدبي في المغرب ومن بناة الخطاب الديني المعتدل في بلدنا المغرب المحروس بقيادة مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. دكتور سيدي محمد جنون الحسني رجل يمثل معادلة التوازن بين الجامعة المغربية القديمة بأمجادها ومفاخرها
والجامعة المغربية الحديثة بمستجداتها وتطوراتها. سيدي محمد قنون رمز للشموخ، رمز للصورة التقليدية والجديدة في هذا المغرب الحبيب. أسعد وأتشرف اليوم بالمشاركة في تكريم زميلي وصديقي وأخي العزيز دكتور محمد قنون الحسني الذي اختارته مدينة طنجة لكي تكرمه هذا اليوم، وهو أهل لذلك ويستحق هذا التكريم بالنظر إلى الكثير من المميزات والخصال التي يتميز بها، لا من الناحية الأخلاقية ولا من ناحية الكفاءة العلمية والمعرفية، ولا أيضا من حيث التدبير، حيث أنه يترأس المجلس الجهوي للعلم الجهوي لمدينة طنجة، وكان سابقا رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة طنجة، وأبدى قام بعمل جبار وأبدى المجهودات، بذل مجهودات كبيرة للنهوض بالمجلس العلمي المحلي والجهوي، وهذا يحسب له، وبالتالي فهو يستحق هذا التكريم، وجئنا اليوم لكي نحتفي به ولكي نشارك هذه الفرحة. وكل ما قيل في حقه هو حقيقة يعني شخص متميز جدا، يستطيع أن يجمع ما بين الناس وأن يؤلف بينهم وأن يقوم بمجموعة من الأدوار، وهذا ما دفعنا للحضور والمشاركة معه في هذا اللقاء. معناه إذا الخير صاحبناه من قريب وعرفناه من بعيد، فلم نعرف عنه إلا الحلم وإلى الكرم وإلى الجود. بارك الله علمه وعمله وعمره وذريته، نسأل الله عز وجل أن يجعله من العلماء العاملين ومن الدعاة الصادقين ومن المقربين في الدنيا والآخرة.